أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تصح الصلاة خلف إمام يقنت طوال أيام السنة في صلاة الفجر، ويكون قنوته سرا وليس جهرا، ويكون بعد قراءة السورة الثانية في الركعة الثانية؟ هذا يراه بعض العلماء، القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة يراه بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله، عليه الشافعية، تصح الصلاة خلف الذي إذا كان شافعيا ويقنت تصح صلاتك خلفه. سواء جهر بالقنوت أو لم يجهر تصح الصلاة خلفه، لأن هذا لا يبطل الصلاة، ولأن له شبهة يعني من الدليل، لا تبطل الصلاة بها، ولا مانع أن تصلي خلفه، صلاتك صحيحة. وأما القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع هذا محل خلاف، ولكن الراجح أنه بعد الركوع، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقنت في النوازل، يقنت في النوازل، وكذلك في الوتر بصفة دائمة، الوتر يقنت فيه، ما هو خاص بالنوازل، يقنت في الوتر، إنما هذا الكلام في الفريضة صلاة الفجر، هذا عند طائفة من العلماء أنه مشروع دائما، ولكن الجمهور وهو الصحيح والراجح أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل فقط. نعم.